في رقم 10 مع كريم رمزي، حلقة خاصة عن مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. نجماء الأهلي السابقين أحمد السيد ومحمد عبد الله والناقد الرياضي محمد جمال يحللون أداء الفريقين ويرصدون نقاط القوة والضعف في السوبر المصري. رقم 10 مع كريم رمزي الليلة 12 منتصف الليل على قناة مصر الأولى.